كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تعقيبه في جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولي قال إن جهود الدولة في ملف عدم التمييز على أساس ديني أو أي أساس آخر لم تكن بسبب أي ضغوط من أي أحد. وقال كمان سيادة الرئيس إن مصر عملت ده في ضوء معتقداتها وأفكارها، لأن التنوع والاختلاف هو سنة من السنن الكونية، ومحدش يقدر يخلي العالم كله واحد أو يتكلم لغة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أهنيك من كل قلبي على النموذج اللي انتم اشتغلتم عليه فيما يخص محاكاة لموضوع من أهم الموضوعات اللي دايما بيتم استخدامها أو بيتم التعامل معها أو بيتم الترويج لها على أنها يعني موضوع متطور وراقي جدا مرتبط بحقوق الإنسان، وخاصة في قضية كانت كاشفة، قضية الكوفيد 19 والإجراءات اللي صاحبتها وقديه كانت، لأنها كانت على مستوى العالم، فما كانش في فرصة للدول إن هي تقدر يعني تقدر تتعامل معها إلا في إطار إجراءات كانت. أتصور إن الدول الغربية بالقيود اللي فرضتها كانت أول نقطة من النقاط اللي يمكن بعضها كان ضد مبادئ ومفاهيم هم متصورينها، على سبيل المثال زي حرية التنقل وحرية التطعيم أو كلام من هذا القبيل. طب ما هو اقتضت المصلحة، المصلحة العليا للعالم كله وللدول ديت إنها تاخد إجراءات وقيود كان الهدف منها حماية العالم كله وحماية الدولة الوطنية في هذه الدول.